الله الله وزيد بارك الله الله يسخر. وكما كتشوف معنا الاخوان الاولى عادي لهذا الموسم ان شاء الله كما كتشاهدوا معنا في الصوره. الله زيد زيد خل 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 زيد 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 ايوا رب الرع والله يسخر جميع الاخوان اللي كيشاهدوا معنا هذا الفيديو هذا مباشره من لوفت ديربي بالعيد منتقي الناطق الرسمي لجميع الجمعيات داخل مدينه الدار البيضاء. والله يسخر الجميع. ايوا زيد خل 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 زيد 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 اخويا زيد 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 انتوما الاخوان بقى حتى واحد البلديه الفوق شتيها يا الله يستر وصافي راهي مشات البلديه غتجيب لنا المرض وباغا تدخل تطلع حرام. هانتوما كما كتشاهدوا معنا في الصوره دابا الاخوان الحمام كله دخل ما كملش دقيقه ديال المكانه الحمام كله دخل والله يسخر. هذا هو الدريساج ماشي طالقينهم بالجوع وانما من البارح ما كلاوش. المهم جينا طلقنا الحميمات دار واحد ساعه ديال المكانه ساعه المكانه دارو ومن بعد دخلوا والله يسخر. وهادشي اللي كاين الحمام كنصح جميع الاخوان باش يطلقوا الحمام جيعان ما عمر ما يطلقوا عامر. الا كان معمر الماكله وكلا مزيان وطيرتيه ماشي كيتقال كيصعب عليه مازال باش يهبط لان اذا كان كيخمم باش يهبط وهو واكل قالك غنهبط غادي ناكل كنبقى طاير يقدر يطيح عليه الظلام يقدر ما يجيك حتى الغد ليه. الا كطير جيعان راه كيفكر بان الماكله راه كاينه في اللوفت. وشي اللي كاين والله يسخر جميع الاخوان الله يسخر تبارك الله عليكم الله يسخر.